التاسعة صباحا السابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم. استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف مدفعي على حي زيتون جنوب مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس بقطاع غزة بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا أن الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته وأن أي إنكار لهذا الحق غير مقبول. وقال غوتيريش إن رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة أمر غير مقبول، مضيفا أن هذا الأمر من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح يمثل تهديدا كبيرا للسلم والأمن الدوليين والعالميين. أكدت سوريا أن العدوان الإسرائيلي على أحد الأحياء في العاصمة دمشق يثبت طبيعة الاحتلال الإجرامية داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم. وأكدت الخارجية السورية أن الاعتداء الإسرائيلي على أحد الأحياء المدنية في دمشق أصبح نهجا إسرائيليا معتادا وتم شرحه خلال المداولات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية. وطالبت وزارة الخارجية السورية دول العالم بالوقوف في وجه سياسات الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العربية، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت من أن الهجمات المستمرة والتي تنطلق من داخل حدود العراق وخارجه من شأنها أن تؤدي إلى تقويض الاستقرار والإنجازات التي تحققت في البلاد. وأكدت الممثلة الأممية أن الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة حيث تهدد الأوضاع المحتدمة في غزة والأعمال المسلحة في أماكن أخرى باندلاع مواجهة كبيرة. قال رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يجرى العمل مع شركاء كييف الدوليين لضمان الحصول على حزم جديدة من الدعم الدفاعي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. ودعا زيلينسكي إلى تسريع وتيرة تسليم تلك الحزم إلى بلاده، كما وجه زيلينسكي الشكر إلى جميع أصدقاء أوكرانيا في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المتابعة والأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة.